هنا. أهلا بكم من جديد أحمد. يعني لو أقول لك أمر غريب وعجيب، يعني التدخين له فوائد. التدخين له فوائد جمة، يعني أحد المشاهدين أرسل مجموعة من الفوائد التي ممكن أن أنت تستسقيها من التدخين. طبعا المدخن لا يصاب بالشيخوخة، ليش؟ لأنه يموت في شبابه. هذه فائدة. عرفت شلون؟ إذن يقول لك يعني المدخن يتعرف دائما على أصدقاء جدد لأنه كل يوم عن طبيب جديد. الله. ويقول لك أيضا لا يدخل اللصوص إلى بيته، طبعا بيت منه المدخن، لأنه يسعل طوال الليل، يسعل يكح طول الليل ويكح، فاللص يقول يا معود هذا صاحي ماني داش. ولا يزوره الناس والأقرباء كثيرا لأن رائحته كريهة ومقززة. لا شيء عجيب. طبعا فوائد كثيره، ولكن احنا يعني لدينا لا هذه على هذا من باب الدعابه يعني احمد. يعني طبعا يعني اللي قلناه كله يعني ليس هي فوائد يعني صحيه للمدخن، بس كان من باب يعني الدعابه، هي بالعكس يعني هي الاضرار للمدخن. يقال ان السيجاره هي باب الشر الاول وتعتبر مفتاحا للادمان على التدخين. بالفعل شاديه، واللافت في الامر ان جميع انواع السجائر التي تباع تحتوي على تحذير من منظمه الصحه العالميه بان التدخين يؤدي الى امراض خطيرة ومميتة. نعم، على الرغم من التحذيرات العالمية إلا أن المدخنين عالميا يزدادون سنويا، والأخطر من ذلك دخول فئة الشباب والمراهقين ضمن حسبة المدخنين. الحملة الوطنية لمكافحة التدخين تأخذ على عاتقها التوعية، إلى جانب تطبيق قانون منع التدخين الذي لاقته في منتصف الطريق بعض المجمعات التجارية في دولة الكويت، والتي بدأت بتطبيق قانون منع التدخين في مرافقها. واليوم معنا الدكتور أحمد الشطي، عضو في الحملة الوطنية لمكافحة التدخين، للحديث أكثر عن قرار المنع وأهمية تطبيق قانون منع التدخين. صباحك الله بالخير دكتور. دكتور صباح الخير وعليك السلام. سهلا، وتسمح لي في بداية العام الجديد أن نقول يعني هذه بداية حقيقة احنا تلامس شغاف قلوبنا عندما نتكلم عن صحة الفرد والمجتمع. بالتالي نوجه للجميع تحية حقيقة، اللي في البيوت واللي في المستشفيات نتمنى لهم دوام الصحة والعافية، ونتمنى لبلدنا الحبيب حقيقة كل يعني تنمية وازدهار وتقدم تحت ظل صاحب السمو وسمو ولي العهد حفظهم الله. إذا نبارك لكم دكتور أحمد هذه الخطوة، لكن لن نكون يعني متشائمين إلى أي يعني مدى فعلا أنتم مؤمنون بفاعلية وفعالية تطبيق المجمعات لهذا القرار؟ احنا نؤمن الان اكثر واكثر بان الصحه مسؤوليه مشتركه، وان هناك قطاع مسؤول معانا في تحمل هذه المسؤوليه هو القطاع الخاص. اليوم اصبحت المولات والمجمعات التجاريه جزء اصيل من خلينا نقول جدول يومي للفرد، للاسره، للشباب، للكبار، للصغار، حتى المرضى يتمشون هناك ممن يريدون حقيقه ان يمارسون الرياضه في جوده وخصوصيه. احنا لازلنا في منتصف الطريق، لان الان مع نهايه هذا العام هناك دول اعلنت ان بلدانها خاليه من التدخين، مثل ايرلندا، مثل اليونان، مثل غيرها. والتدخين في الاماكن العامه اصبح من ضمن بالتشريع بقوه القانون. اذا تكلمنا عن هذه المبادره ما جاءت من فراغ حقيقه، لان جمعيه مكافحه التدخين ووزاره الصحه قاموا بالعديد من الاستبيانات بين رواد هذه المجمعات، ما رايكم لو كان المكان بدون تدخين؟ حتى المدخنين صوتوا بانهم يريدون ان يعني خلينا نقول يتسوقون او يتمشون في مكان خالي من التدخين، فهذه تدل على ما تفضلت فيه بانه يعني ضرر التدخين واقع في ضمير الجميع. ولكن التحدي كيف ننتقل من هذه المعلومه الى ان تصبح معتقد ثم الى سلوك صحي ايجابي. جميل جدا. دكتور احمد، طبعا انا يحضرني قانون ربط الحزام في اعتقد في منتصف الثمانينات او في يعني في منتصف اعتقد الثمانينات، وزاره الداخليه اقبلت على خطوه جميله جدا، كانت تستوقف الذين يقومون بربط الحزام ويعطونا هديه. فانا اعتقد يعني بدوركم انتم في وزاره الصحه يعني لابد ان يكون هناك ترغيب وترهيب في هذا الموضوع، يعني ترغب تقول له والله كل الذين يمتنعون التدخين في الاماكن العامه سوف يحظون على تفتيش، مو تفتيش احنا نقول مثل اللي هو يعني مو تكت، ما نبي نقول تكت، ولكن فحص دوري شامل للبدن بسعر رمزي في المستشفى الفلانيه. وارد جدا، يعني خليني اقول لك احنا عمليه طلب
المدخن أن يتوقف عن التدخين نقوم فيها من خلال حملات بالمولات في زهرات وفي شباب متطوعين يأخذون الباكيت ويعطونك وردة مكانها، وهذه تمت وكان الاستجابة فيها جيد. الجانب الآخر الترغيب والترهيب في كثير من بلدان العالم، إذا صادوك مثلا حتى العلكة أحيانا مثلا في سنغافورة أو مطار أمستردام ممنوع، يعطونك عقوبة عليها. لكن تظل هذه هي قضية ثقافة مجتمع. صح، كيف تعبر عن حبك لبلدك؟ مو مقبول حقيقة أن حنا نسافر برا ونشوف تستحي تقط الورقة لأن ينتقدونك، وتستحي تدخن لأن هذا يضعك في وضع مسائل، لما تي بلدك اللي هي خيرها عليك يعني بلا حدود وبلا سقف تمارس مثل هذه الممارسة. هذا مو فقط تمارس مثل الآخرين اللي ينظروا لك أنت كابن البلد أو بنت البلد في هذا الموضوع، لكن المفروض أن هذا حد أدنى من التعبير. ليش؟ لأنه حقيقة الآن التدخين أصبح يعني آخر إحصائية طلعت في 2010 أن هناك 400,000 قتيل، ما بيقول الوفاة، بسبب التدخين السلبي اللي هو حتى ما قاموا يسمونه التدخين السلبي، قاموا يسمونه التدخين بالإكراه، لأن أنت ما لك ذنب جنبك واحد مع أحد يدخن. هذا أجمل نعم. من التدخين السلبي بالإكراه عليه. صح، فبالتالي هذه من ضمن الأشياء اللي ثابت خارج نطاق التشكيك حقيقة منهم لها تأثير على الصحة، وأنها لها نفس العوامل الضارة التي تؤدي على الصحة. وأخذ عندنا حوالي 30 مرض، كل أنواع السرطانات، كل أمراض القلب والشرايين، أمراض الجهاز التنفسي. ما نريد حقيقة ونحن في بداية عام جديد نتكلم عن هذا الجانب السلبي، بقدر ما نريد أنه للمدخنين نقول خل تكون ضمن أهدافك لهذا العام الجديد الإقلاع عن التدخين. ونحن عندنا في وزارة الصحة حوالي في كل محافظة حقيقة عيادة لمساعدتكم للإقلاع عن التدخين. نريد من كل أسرة إذا كان بينها مدخن تخلق الجو المساند الذي يعزز سهولة الإقلاع عن التدخين. نعم دكتور، في هذا الإطار تنضم إلينا على الهاتف الأستاذة شعاع القاطم، مديرة العلاقات العامة والتسويق في مجمع الأفنيوز. صباح الخير أستاذة شعاع. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. إن أستاذة شعاع، متى بدأتم تطبيق قانون منع التدخين؟ نعم، احنا الحين في المراحل الاولى من تطبيق هذا القانون في الأفنيوز. حاليا ارسلنا رساله لكل الزوار من خلال ملصقات ومنشورات تم توزيعها في المول، انه ابتداء من هذا العام ان شاء الله سنبتدئ بمنع او محاوله تطبيق القانون في المجمع. هذه طبعا الحمله راح تكون على مراحل، احنا الان في المرحله الاولى منها. نعم، هل هناك رقابة في المجمع، في المجمعات التي تطبق هذا المنع، ومن يقوم بهذه الرقابة في مجمع الأفنيوز؟ نعم، الفريق الموجود، الفريق الأمني اللي موجود داخل المول المتواجد طبعا طوال اليوم، راح يتم من خلاله مراقبة الأجواء العامة وأيضا إرشاد المدخنين إلى الأماكن الخاصة للتدخين. يعني إذا كان هناك في نوع من الإصرار من قبل المدخنين أنهم محتاجين يدخنون خلال تواجدهم في المول، فهناك أماكن خاصة سيتم وضعها هذا الأسبوع بإمكانه أن يتوجه لها بدل ما يزعج المارة والعائلات الموجودين. بالإضافة إلى حاليا يتم التنسيق مع وزارة الداخلية على أساس نوجد آلية تساعد في تطبيق هذا القانون. جميل. أستاذة شعاع، معنا الدكتور أحمد الشطي من الحملة الوطنية لمكافحة التدخين في الاستوديو. هل تعتقدين أنكم كمجمع تجاري ستنجحون في قرار المنع، خاصة وأنكم مجمع ضخم ولله الحمد وله يعني تفرعات كثيرة، ويصعب يعني ضبط العملية راح يكون صعب جدا؟ أخي أحمد، يعني مثل ما قلت لك في البداية الحملة راح تكون على مراحل، احنا الحين في المرحله الاولى. طبعا بالتاكيد انت في النهايه تتكلم عن سلوك، من الصعب انك انت تغيره في يوم او في شهر. الحمله راح يتم يعني تكرارها على مدى فتره طويله، ما راح تكون مقتصره على فتره يناير فقط، انما ستكون مستمره. ومثل ما قلت لك، رغم ضخامه المول إلى أن هناك أماكن خاصة بالمدخنين على موجودة في المول كله في مختلف قطاعات أو مناطق المول، بالإضافة طبعا إلى أفراد الأمن راح يكونون متواجدين وأيضا يرشدون المدخنين طوال هذه الفترة. وأيضا طبعا إحنا يعني يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة ومع الدكتور الشرطي إذا كان في عندهم اقتراحات معينة، حملات توعية يتم تبنيها أيضا في المول، وتكون حملة مستمرة وليس فقط خلال فترة معينة.
نعم أستاذة شعاع، يعني أبقي معنا نتحدث قليلا مع الدكتور أحمد الشطي. إذا دكتور، يعني ذكرت أن هذا القانون يعني سيطبق من الآن كما ذكرت كذلك الأستاذة شعاع، يعني ربما هناك تحديات تواجهونها دكتور؟ لا شك، أنا في البداية أوجه تحية للأخت شعاع لأنها هي زميلة في كذا موقف في المعاقين، في مكافحة المخدرات، واليوم في مع التدخين، ودائما احنا متفائلين لنستمر. أنا أعتقد هي ليست مسؤولية المجمع أو القائمين على المجمع لوحده، لكن كلنا شركاء في هذا الجانب، وسيكون لو نجحنا في المرحلة الأولى أن نجعل من يدخن أقلية فهذا إنجاز كبير. ربما مشكلة ستواجههم مع المراهقين يعني أكثر، يعني والله حتى المراهقين أحيانا إذا تم التدقيق منهم ووضع مراهقين يراقبونهم يكون التعامل معهم، يعني لا نريد حقيقة أنه نتشائم في بداية العام الجديد بقدر ما نريد أن نكرس هذا، وهذا مظهر حضاري بقدر ما مثلا شركات التبغ توحي بمن يدخن مثلا يعني بالغ، عاقل، مغامر، رجل او فاتنه كذا كذا. بالنسبه للانسان نريد ان نؤكد انه هو هناك نوع من المسؤوليه، نوع من الالتزام، نوع من القدره، الرجوله، الانوثه، بدون ان يكون هناك بالضروره دخان، وهذا مظهر حضاري نريد ان نتسابق اليه. يعني انت يعني من فتره طويله كان مطبق في المستشفيات، لكن للاسف يعني دائما نرى يعني بعض المستشفيات هنا هذا القانون، ومع انه يعني يكون مكتوب وفي بوستر. أثني على اللي قالت الاخت شعاع، هو لا يمكن يعني تطبيقه في كل الاوقات، في كل الازمان، في كل الاماكن، لكن بالتاكيد لابد من الاستمراريه في هذا الموضوع الى ان نجعلهم اقليه في ثقافه مجتمع. هذه ثقافه المجتمع جزء من كيفيه النظر لحب الوطن، التزام بالقانون، التشارك في تحمل المسؤوليه. انا ودي اسال الاخت شعاع، طبعا أغلب العاملين المتواجدين في المجمع الأفنيوز يعني والله الحمد هو كبير جدا، أغلب العاملين يدخنون، إضافة إلى بعض رجال الأمن اللي الذين يرتدون الزي الشعبي الكويتي الدشداشة والغطر عقال هم تكون بيد السيجارة. طيب إذا المتردد للمول يعني مثل العميل ممكن نسميه أو الزبون تخالفينه تقولي له رجاء يعني أقلع التدخين أو غادر المجمع، فما بالك بالذين يعملون هناك، ما هي الإجراءات التي سوف تطبق عليهم؟ نعم أخوي أحمد، هذا يمكن الوضع كنت تشوفه قبل يناير، بس تم توجيه كتب خاصة رسمية لكل العاملين في المول، ومثل ما راح يتم متابعة ومراقبة الزوار، متابعة العاملين في المحلات، وأيضا طبعا رجال الأمن بالدرجة الأولى راح يتم متابعتهم بشكل متواصل ويمكن مكثف اكثر حتى من زوار المول. نعم استاذه شعاع، يعني عفوا عن المقاطعه لان وقتنا قصير، يعني بالنسبه لكذلك المطاعم، يعني مطاعم هناك فيها يعني جانب للمدخنين وجانب لغير المدخنين، هناك ربما بعض المطاعم يعني التي توجد فيها ما يسمى بالشيشه، يعني كيف سيطبق القانون يعني على هالمطاعم؟ نعم بالفعل هناك في مناطق خاصة للمدخنين موجودة في بعض المطاعم والمقاهي، حاليا هي لا زالت موجودة، يعني احنا كإدارة مول في المرحلة الحالية احنا نشتغل على موضوع منع التدخين في الممرات في كل مناطق المول، لكن المناطق اللي خاصة او المناطق اللي خاصة داخل المطاعم او المقاهي هذه لا زالت موجودة خاصة بالمدخنين، هذه إن شاء الله راح تكون في المرحلة القادمة سيتم منعها بالتعاون طبعا مع هذه المطاعم. الأستاذة شعاع القاطم مديرة العلاقات العامة والتسويق في مجمع الأفنيوز، شكرا لك. كلمة أخيرة للدكتور أحمد. الكلمة أن احنا نضع كل إمكانيات وزارة الصحة في القطاع الخاص والعام تحت خدمة الأخت شعاع ومجمع أفنيو اللي نفخر فيه. هناك تجارب في مطار الكويت قام فيها الأخ عصام الزامل عندما منع الموظفين وحاسبهم، والنتيجة كانت سريعة في حدود 90% التزموا في اليوم الثاني لأنه بدأ يسحب بطاقات المدخنين من المؤجرين والعمال الموجودة. نأمل حقيقة أنه فعلا الناس اللي يكونون في موقع المسؤولين يعطون قدوة عشان نسهل قضية الموضوع الامتناع عن التدخين في الأماكن العامة في كل الكويت. الله يعطيكم العافيه. طبعا ما ننساكم لان انتم حلفائنا الاساسيين في ارسال الرساله، اكيد هذا واجبنا دكتور، واجبنا دائما نقدم يعني الفقرات التوعويه للساده المشاهدين. شكرا على حضورك معنا في صباح الخير كويت. اذا كل الشكر للدكتور احمد الشطي عضو اللجنه الوطنيه لمكافحه التدخين.